الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت لجنة النفط والغاز البرلمانية عن هدر العراق 3 مليارات دولار سنويا من حرق الغاز المصاحب في حقول النفط. وقال عضو اللجنة علي المشكور إن العراق يخسر نحو 3 مليارات دولار سنويا من حرق الغاز المصاحب في حقوله، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت التحرك على شركة غاز البصرة بعد تلكؤها بهذا المشروع. وأضاف أن غاز البصرة مؤسس من 3 أطراف، 51% للجانب العراقي ويمثله غاز الجنوب، و44% لشركة شيل، و5% لشركة ميتسوبيشي. انخفض سعر خام نفط البصرة الثقيل بما يقارب 6 دولارات ليصل إلى 107 دولارات للبرميل. وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا بنسبة 5.97 دولار ليصل إلى 117.10 دولار للبرميل الواحد. وانخفضت أسعار النفط اليوم الخميس مع جني المستثمرين عوائد الارتفاع خلال اليومين الماضيين، في وقت سيجتمع اليوم كبار المنتجين في منظمة أوبيك بلس لإقرار الزيادة الشهرية للإنتاج. أعلن وزير التجارة والصناعة في كردستان العراق كمال مسلم أن حكومة أربيل ستلجأ إلى الاستيراد لسد النقص المتوقع في تسويق محصول القمح من المزارعين المحليين لهذا الموسم. وقال مسلم إن عملية تسويق القمح من المزارعين تسير بشكل جيد والمحاصيل المسلمة ذات نوعية ممتازة، مؤكدا أنه سيتم تسلم أي كمية من المزارعين وبسعر 850 ألف دينار للطن الواحد. وأكد أن هذا العام لن تكون هناك مشكلة في تأخر دفع المستحقات المالية للمزارعين، وحاليا تم إيداع مبالغ مالية في حساب الوزارة بقيمة 500 مليون دينار لمحافظتي أربيل ودهوك، ومليار دينار لمحافظة السليمانية. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن اجتماع مجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي 14 سيشهد الإعلان عن انطلاق صندوق اقتصادي استثماري لدعم الأردن. وأضاف الصفدي أن علاقة الأردن بالاتحاد الأوروبي صلبة، واتفاقية الشراكة وقعت الأول مرة قبل 20 عاما، وانعقد منذ وقتها 14 مجلس شراكة، ولم يلتئم المجلس العام الماضي بسبب ظروف جائحة كورونا، لكنه تم التوافق على عقده هذا العام في الأردن كإشارة إلى الحرص الأوروبي على دعم المملكة وما تهدف إليه لتحقيق التنمية والسلام في المنطقة. قالت وكالة سبوتنج الروسية إن الحكومة فرضت قيودا على تصدير الغازات اللازمة في تصنيع الرقائق وأشباه المواصلات. وأضافت أن مجلس الوزراء الروسي اتخذ هذا القرار، وسيتم تنفيذ عمليات التسليم الخاصة بهذا النوع من السلع فقط بقرار مباشر من الحكومة الروسية. وأكد مجلس الوزراء أن القيود تأتي ردا على الحظر المفروض على تزويد روسيا بأشباه المواصلات اللازمة لإنتاج الرقائق الدقيقة. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.